أكثر بالنسبة لي لأن المنفى ما سألني بمناسبة الاحتفال بذكرى 63 ليوم الهجرة، تم اليوم تدشين هذه المتوسطة هذه الثانوية في يوم 17 أكتوبر الموافق لليوم الوطني للهجرة، وتنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية بمرسوم الرئاسي اللي هو الوقفة دقيقة صمت. ارتأى السيد ولي الولاية أن يوازي هذا الإحياء للذاكرة مع قطاع التربية، وهو بتدشين مجمع مدرسي تحت المسمى المجاهد غدير عبد الحاكم، وكذلك تدشين ثانوية سحبان تحت اسم المجاهد المتوفي بوغزالة محمد البشير.